مساء الخير ومساء الفل على كل متابعينا في كل مكان، وحلقه جديده من برنامجكم ساعه رياضه. كالعاده وحشتونا من الاسبوع للاسبوع، وان شاء الله تكون حلقه مميزه جدا زي ما وعدناكم، ان شاء الله هكون عندنا اخبار وحصريات وضيوف تقال جدا في الفقره الثانيه. ان شاء الله هيكون معانا كابتن احمد ابراهيم محللنا الدائم، وهيكون معانا استاذ سيد جوده كبير مشجع نادي الزمالك، وايضا استاذ حسن علم الدين مفجر قضيه نادي القرن. هنتكلم في كل الملفات. اول حاجه صعود نادي الزمالك النهارده، عاملين احتفاليه بسيطه لمعشوق نادي الزمالك لصعوده طبعا لدوري المجموعات في دوري ابطال افريقيا. هنتكلم على كل الاحداث ايضا اللي بتشغل الراي العام، سواء على صعيد السوشيال ميديا، تويت تركي آل الشيخ، تصريحات المتبادله من بعض اعضاء مجلس الادارات. هنقول كل حاجه النهارده بمنتهى الوضوح. ولكن قبل اي شيء طبعا لازم نبارك لبطوله مهمشه للاسف في ملاعبنا او في حتى الرياضه المصريه، ما لقيناش اي قناه عملت سبوت حول هذا الملف الجيد جدا، وهو فوز منتخب الكاراتيه في تشيلي ببطوله العالم. ناس اشتغلت بشكل جيد جدا وعملت مجهود مضني الحقيقه، وفازت ببطوله عالميه. تخيل المنتخب يفوز ببطوله العالم ولا يجد حتى منشط مباركه لهذا المنتخب الرائع. فكل زمن علينا احتراما لمشاهدينا ان احنا يكون معانا استاذ احمد ابو عيشه عضو مجلس او الاتحاد المصري للكاراتيه عشان نبارك له بهذا الصعود والفوز ببطوله العالم. استاذ احمد اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك والف مليار مبروك يا فندم. حبيبي ربنا يبارك فيك يا رب، مبروك لمصر كلها ان شاء الله. طبعا حاجه مشرفه جدا، وانا بالنيابه عني وعن كل الاعلاميين بقدم لك يعني اسفنا الشديد لعدم الرعايه الاعلاميه الجيده حول هذا الفوز المشرف، وابارك لحضرتك واضم صوت لصوت كل الاعلاميين، اعتبرني انا امثل جميع الاعلاميين المصريين. ربنا يبارك فيك يا رب، الحمد لله والشكر لله، نشكرك شكر جزيل. حدث كبير جدا وغالي علينا كلنا، والحمد لله حققنا فيه اعلى درجه ممكنه. وطبعا انت عارف حضرتك يعني بطوله عالم فيها اكثر من حاجه و90 دوله طبعا، اما ناخد فيها المركز الاول والترتيب عن اول بفارق كبير عن رقم 2 بعدينا، فاعتقد ان حدث كبير جدا. اكيد قول لي ترتيب الفرق اللي فازت او المنتخبات اللي فازت، اول منتخب مصر وبعد كده بيجي مين تحتيها؟ الترتيب الاول مصر في المركز الاول تمام، سبع ميداليات ذهب واربعه فضه وثمانيه برونز. لا، سبع ميداليات ذهب وثمانيه فضه، واربعه فضه وثمانيه برونز. واربعه فضه وثمانيه برونز، شيء اكثر من رائع. تمام، تركيا بعدينا اربعه ذهب يعني بيوازن النصف تقريبا، وسته فضه وخمسه برونز. والمركز الثالث وبعد كده فرنسا وبعد كده المغرب بعد كده ايطاليا، ده تقريبا ترتيب الست دول اللي ورا بعض. يعني سياده المستشار، عايز اسال حضرتك، مفيش اي مصور طلع من اي جريده او حد عمل تغطيه معاكم كان بيتابعكم او كان بيغطي هذا البطوله؟ والله لحد دلوقتي مفيش حاجه، هيبقى ان شاء الله لسه مخلصت لعب امبارح، هيوصلوا ان شاء الله باذن الله يوم الاربعاء الساعه 4 عصرا باذن الله. الاربعاء الساعه 4 ان شاء الله نغطي هذا الحدث ووصولهم، ولازم نبارك لهم يعني ان شاء الله باذن الله. في مطار القاهره هنكون في نفس استقبالهم باذن الله. تمام. يعني اتمنى من ربنا ان يعني ايه بعض الاضواء البسيطه على هؤلاء الابطال طبعا بطوله. لا بسيطه ايه، ده لازم اضواء كبيره، وانا من خلال برنامجي اقدم يعني هذا البادره الرائعه جدا ان انتم حققتوا شيء رائع لمصرنا الحبيبه. وانا اتمنى ان حضرتك تقول لي اسماء هؤلاء الابطال عشان برضو كل الناس تعرفهم، يعني قول لي مين اللي فاز بالميداليات الذهبيه والفضيه والبرونز. ميداليات الذهب عندنا بسمله حسن، ناشئات ناشئات يعني معناها من 14 ل 16 سنه بالنسبه لنا. عندنا ياسمين الجويلي، عندنا احمد ايمن، عندنا حازم احمد، كلهم شباب وشابات 16 سنه، وعندنا 16 سنة. في 21 في ريال اشرف، كاتا جميع فريق الكاتا الجماعي خد الميداليه الذهبيه. الكاتا دول اللي هم بيعملوا عروض يا ساتر المستشار، معلش عشان وده طبعا حاجه بتبقى قويه جدا و بتبقى بس ختام في اي بطوله، انها اكتر حاجه واحسن حاجه في العرض اللي بياخد مجهود كبير جدا من اللاعبين والمدربين طبعا. فبناخد فيه ميداليه ذهب، ده معناه ان الحفل شيء اكثر من رائع طبعا. يعني طبعا سياده المستشار، انا عارف ان اكيد في مدربين ايضا عملوا في الخفاء وما كانش في تركيز معاهم، اتمنى برضو تقول لي اساميهم. طبعا احنا عندنا طبعا المجهود ده، احنا بنتكلم حضرتك في 19 ميداليه ما بين ذهب وفضه وبرونز، الفرق بيبقى فرق ماتش يعني مثلا بين كل ميداليه والاخرى، فطبعا مجهود جبار جدا. عندنا فريق ال 21 سنه وكبار الكابتن هاني قشطه، وعندنا الدكتور محمد عبد الرحمن تاتو، عندنا بالنسبه للشباب كابتن سيد شمس وكابتن محمد عبد الرجال، عندنا بالنسبه للناشئين كابتن محمد فتحي والكابتن سيد سالم، ومعاهم المدير الفني طبعا اللي هو احمد عبد الله.
طبعا مدرب كاس. الو يا جماعه، الاتصال تقريبا فيه مشكله. هنرجع تاني نكلم المستشار احمد ابو عشا. يا جماعه شيء للاسف يعني شيء سيء جدا ان يكون عندك ممثل، مش ممثل، ده هي بلدك طالعه تحصد ميداليات ذهبيه وللاسف ما نلاقيش منشطات صحفيه او حتى تغطيه اعلاميه لهذا الملف. وانا يعني اتشرف ان ده شيء حصري من خلال برنامج ساعه رياضه، رغم انها ساعه وحيده لا تكفي لكل الاخبار، ولكن دائما عندنا اولويات خرجنا بره الكوره، لان هذا الشيء شيء مشرف جدا لمصر. ونبارك لكل اللاعبات واللاعبين اللي حققوا هذه الميداليات خارج حدود مصر. طبعا عندنا بقى ملفات كثيره جدا النهارده، اليوم للزمالك اكتر طبعا ان شاء الله باذن الله، برضو للاهلي لو حقق يعني اكيد صعود واكيد اداء، وطبعا ليه زمالك اكتر، ولكن انتوا حضراتكم متابعين على مدار الاسبوعين اللي فاتوا موضوع جيرانسيو وموضوع الاعتذار وموضوع اللقاء اتاجل وراح وجه، فاللي ظبط اكثر حوالين نادي الزمالك، وايضا الخوف من اداء نادي الزمالك. الجمهور الان شويه على اداء ميتشو، بيقولوا اللعيبه تراجع مستواها، غيابات، ايقافات، كل هذه الاشياء. فكان لزمان علينا ندعم نادي الزمالك اكيد، ونتمنى ان هو يكمل في مسيرته في افريقيا. فالنهارده يوم ابيض خالص، كل ضيوفي اللي هيشرفوني فقره ثانيه ان شاء الله كلهم زملكاويه، اتشرف بمداخلات حضراتكم تشرفوني. طبعا الرقم هينزل قدامكم، اتصلوا قولوا لي كل اللي انتم عايزين تعرفوه، اي اخبار حابين تعرفوها على الاقطاب الكره المصريه، سواء زمالك، اهلي، اسماعيلي، بيراميدز، مصري، اتحاد. طبعا برنامجنا يدعم جميع الفرق المصريه الرائعه، وايضا يدعم الالعاب الفرديه. فهنطلع طبعا نستقبل ضيوفي الاعزاء، وفقره تكون هامه جدا، انتظرونا. مش هتكلم في اي اخبار الا لما استقبل ضيوفي. فاصل سريع وارجع لحضراتكم مره ثانيه، انتظرونا وحلقه نار. رجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الفاصل. عندي النهارده طبعا زملكاويه ابا عن جدا، اشخاص رائعين جدا، مش هتكلم عنهم كتير، يمكن اغلب الزملكاويه عارفينهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي او حتى من مداخلاتهم القويه، ناس عاشقه للكيان. والنهارده عاملين احتفاليه بسيطه نادي الزمالك، طبعا بندعمه، بنقول اي قطب من الاقطاب الكبيره لازم او لزاما علينا ان احنا نكون في ظهره طبعا حتى تستعيد الكره المصريه عافيتها. استاذ حسن عالم الدين، مفجر قضيه نادي القرن، اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا بيك، يسعدنا نكون النهارده معاكم في الصحه والجمال، وكلنا بنخدم الكيان الكبير الزمالك. طبعا القناه دي يعني من القنوات المحترمه اللي جيت فيها، ما حدش قال لي اوعى تقول بقى الاسد ودرع والسيف ولا الزمالك، لا هنا في ديمقراطيه الحوار. الحمد لله في اكتر من قناه، ومنهم قنوات حكوميه اشترطوا عليا احنا عايزين نجيبك، والمؤدين بيتصلوا بيا، بس ما تقولش لا درع ولا سيف ولا الزمالك، واتكلم رياضه عاديه. لا ان شاء الله النهارده حوار هيكون صريح جدا زي ما بيقولوا، ولكن لازم ارحب باستاذ سيد جوده، كبير مشجع نادي الزمالك، منورنا استاذ سيد. مشكرين يا اسلام، ده نورك انت، ومشكرين للساده المخرجين والمؤدين وقناه الصحه والجمال. متواجد معنا النهارده كابتن احمد ابراهيم، محلل البرنامج الدائم وصديقي العزيز، منور يا كابتن احمد. منور يا كابتن اسلام، اهلا بيك. قبل ما ابدا اي حاجه، طبعا عندنا النهارده زي ما قلنا هو دعم كامل لنادي الزمالك استاذ حسن. طبعا بنحاول بقدر الامكان نقول ان الاقطاب الكبيره زمالك واهلي، اهلي وزمالك هم عصب الكوره في مصر. طبعا جناحين جناحين الطائر للكره المصريه، واي ضرر بيهم بيؤثر على اداء الكره المصريه وعلى المنتخب الوطني وعلى الكره المصريه، على المزاج الشعبي كله، على المزاج الشعبي. طبعا طيب قبل ما ابدا في اي شيء، عندي ليك سؤال. يعني انت طبعا عملت اكثر ضجه على السوشيال ميديا بموضوع احقيه نادي الزمالك في لقب القرن الافريقي، والموضوع يعني عمل رجه قويه جدا وقلب الدنيا. ده من نعم ربنا عليا، وكان معايا اخويا سيد جوده في نفس القناه في الحدث، كان لها السبق، لدرجه النهارده قناه الاهلي بتعرض الفيديو ده، والمهندس عبد القيوم بيقول لك انا اخشى على جمهور الاهلي لا يصدق. ما هو لازم يصدق، انا اتكلمت بمنتهى المصداقيه، قلت يا جدعان ان النهارده الاهلي ده نادي عظيم، نادي كبير جدا طبعا، بجماهيره بإدارته، ومن قناتك بوجه تحيه للنادي الاهلي طبعا، اكبر تحيه للنادي الاهلي وجماهيره. لكن انا بتكلم على القرن الافريقي يا استاذ اسلام، يبدا بطولات القرن الافريقي من سنه 64 لسنه 2000، اذا احنا حسبه 36 سنه طبعا. بتكلم في رينج 36 سنه. الزمالك تفوق على النادي الاهلي في خلال الحقبة الزمنية من 64 ل 36، سبقنا الأهلي بطولات أفريقية. قبل ما ناخد البطولة الخامسة كان معانا أربعة، مع مين يا جماعة؟ قبل ما ناخد البطولة الخامسة. طيب أبطال الدوري. أنا آسف ولكن بدأت الاتصالات الزملكاوية أكيد تتنهال. أستاذة دينا مساء الفل. ألو. ألو مساء الخير أستاذة دينا. مساء النور. الحمد لله تمام، أخبار حضرتك؟ الحمد لله. زملكاوية ولا أهلاوية؟ أتوقع زملكاوية بقى بالحشد الزملكاوي ده. أكيد أكيد. اتفضلي يا أستاذة دينا. بس سلام عليكم. الله يخليكي. بيت أقول تقولي الكابتن طارق إيه؟ للكابتن طارق حارس بسبب منصري. طبعًا، ده إحنا عندنا احتفالية لكل الكباتن النهاردة، يعني لحسن حظنا أربع زملكاوية
الفرق ما بين اعياد الميلاد فيهم 3 او 4 ايام. عندنا كابتن حمد النقاس، تامر عبد الحميد، كابتن تامر عبد الحميد، كابتن عبد الحليم علي، وكابتن طارق حامد، فاربع اعياد ميلاد، فاكيد هنحتفل بيهم يا استاذه دينا وهنتكلم. كم انا معاك. فكنت بكمل الموضوع ان انا بتكلم في حقبه زمنيه معينه. النادي الاهلي نادي كبير وبطولاته في الدوري 41 بطوله وعلى انه رسمه. انا بكلمك في بطل القرن الافريقي. وطبعا كل اصدقاء الاهلاويه ما زعلوش مني ان انا بتكلم في ارقام. فالمهندس عادل الخير ذاع الفيديو ده في قناه الاهلي وعمل كده وقال لا لا انا اخشى جمهور الاهلي يصدق. انت مش عايزه يصدق ليه؟ بنتكلم في ارقام يا بيه. هو يخشى على جمهور الاهلي انه يصدق ان الزمالك البطل حقيقي حقيقه من جمهور نادي الزمالك او في الاوراق تؤكد ان التسعه اكيد اكبر من السبعه. ولكن انا هقف هعمل ستوب هنا، ارجع لك لان الموضوع عندك اكيد مش هيخلص. استاذ سيد، يعني انت برضو من مؤيدين هذا الموضوع، كنت متواجد في الحلقه الشهيره واتكلمتوا على هذا الموضوع، ولكن برضو بعض الزملكاويه يمكن النهارده بعتوا بعض الرسائل وقالوا الموضوع دوت للاسف ليس له حتى الان اي حلول، ما وصلناش فيه لحل، هو موضوع احقيه نادي الزمالك في لقب القرن الافريقي. هل انت شايف ان الملف دوت لابد ان نغلقه خلاص موضوع وانتهى، ولا ما زلت من المؤيدين فتح هذا الملف؟ لا، ازاي يا كابتن، احنا عاوزين او بنناشد سعد بشار المطرب منصور يجري في الموضوع دوت علشان من حقنا احنا بطل القرن. من حقنا. واخد بالك؟ فانا بقول له او بقول لمصر كلها، بقول للعالم كله. يتسرق جون، يتسرق اوفسايد، يتسرق اوت. انما يتسرق قرن. كتير. واخد بالك؟ هي المواضيع دي كلها عرفناها. واخبار حضرتك عرفنا ايه حياته اتعامل مع ايه؟ اتعمل له فيلا، اتعمل رئيس حياته، اتعمل له فيلا هناك في الكاميرون. فيلا في الكاميرون؟ امال ايه يا كابتن؟ طب حتى مش في دبي يعني، لا في الكاميرون، في الكاميرون. واخبار حضرتك؟ عشان الاهلي يبقى بطل القرن. انا في حياتي ما شفت التسعه، ولكن انا هقول لحضرتك انا في حياتي ما شفت السبعه اكتر من التسعه. هو خلاص ساب الاتحاد الافريقي، احنا واخدين 9 بطولات، الاهلي واخد 9 7 بطولات. بأمرت ايه ان هم يدوا له بطل القرن؟ انا عايز اعرف بقى ليه. هو اللقب القرن الافريقي بيقول لك ان في نقاط ان الفرق اللي بتاخد يا بيه ده قوانين وحطوها هم. هم عاوزين يمشوا الكوره المصريه والافريقيه لصالح الاهلي. لجنه المسابقات بمزاجهم مشوها، ماشي الدوري مشوه بمزاجهم، كل اوانطه في اوانطه ويعدوا بطولات. طيب انا لازم الاول حاجه نفك بقى، ده احنا داخلين دخله جامده قوي. طبعا حتى عندي هنا برضو طبعًا. يعني استاذ محمد سمير بيقول لي يعني يا وش يا وش، فطب ما تيجي يا وش يا وش كده نسمع اغنيه نادي الزمالك ونحتفل، والنهارده بقول لك يوم لكل بالمناسبه بقى. طب هنسمع الاغنيه الاول عشان نفك، وبعد كده حاجه افك لك اللقب اللي انت بتاع الاغنيه بتاع جمهور الزمالك. طب الاغنيه انا جاهزه جدا عليها، اللي هي زمالك يا مدرسه، عاوزين يدوها للجمهور الاهلي هنتناقش في الموضوع دوت. طب تعالى نحتفل الاول بنادي الزمالك ونسمع هذه الاغنيه الجميله لنادي الزمالك ويوم ابيض خالص، نتفرج عليه ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. رجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الفاصل، ما زال يوم ابيض خالص. كابتن احمد، يعني النهارده احتفاليه لجمهور نادي الزمالك، وبنحاول نعمل دعم لجمهور نادي الزمالك اللي برضه في بعض التخوف الفتره الاخيره من اداء ميتشو، وبين يعني حاسين ان رتم الفرقه وقع شويه. هل انت شايف ان في حمله هجوم شويه على السوشيال ميديا قويه واوفر شويه، ولا فعلا نادي الزمالك محتاج لبعض الدعم وفي دروب برضه في الاداء شويه؟ نادي الزمالك محتاج دايما الدعم. الفرقه محتاجه الدعم، المدير الفني محتاج دعم، ايا كان هو مين. احنا شايفين ممكن يكون جمهور الزمالك مختلف شويه على الاداء. الزمالك الشراسه الهجوميه اللي عنده بتبقى اوقات معينه بس في المباريات. الزمالك بيقدر يكسب، المدرب مدرب كويس. بس احنا بنتكلم ان لما تخمه اللعيبه النجوم اللي تواجدت بسرعه جدا داخل قائمه الفريق وتدافع بيهم بسرعه، ممكن ياثر شويه عن الريتم اللي كان ماشي عليه الزمالك ايام جروس. احنا ما كناش عجبنا اداء. طب ميتشو ادار لقاء جنراسيو فوت بشكل كويس، ولا كان يعني وجهه نظرك ايه؟ بعيد عن الاداء، هو فاز، هو ادار اللقاء جيد. كمدير فني نادي الزمالك؟ لا في افضل يعني، كان في افضل طبعا. هو في ميزه ان هو بيغير، بس احنا شايفين لما اتغيرت ما اتغيرش في عدد كبير من اللعيبه. حاول تغير مثلا في لاعب اتنين في التشكيل، بحيث انك انت بتجدد دماء الفريق وبتدي فرصه اللي خارج القائمه انه بيشد على نفسه عشان يبقى موجود، عشان يكون له ظهور. انا نفس السؤال هناك يا استاذ حسن، شايف ان ميتشو ادار لقاء الزمالك وجنراسيون فوت بشكل جيد ولا لا؟ قبل ما اقول لحضرتك ميتشو ادار اللقاء بشكل جيد ولا لا، لازم اقول لك المباراه دي كان لها طابع خاص. مظبوط. يعني مباراه جنراس فوت دي وكلنا عرفنا ان الفريق جه ومشي من غير ما يلعب. وعرفنا قد ايه ناس هنا بتساعد، ليها كواليس كتيره. طبعا. مظبوط. عرفنا ان في سنغاليين كتير هنا في مصر خايفين على المستقبل السنغالي. اللي خدوا قالوا صور المتحف المصري واثبت ان كان في امان في مصر. واللي قالوا في الماتشين اتلعبوا في افريقيا لمصلحه مين الكلام ده يعني؟ فالمباراه متنشنه.
كانت متنشنه فعلا. فرجعوا ولعبوا ولعبنا ومباركه. وبعدين ده فريق ده فريق اكاديميه بتصرف عليه مبالغ كتير جدا. انا سمعت الحاج ديوب في دعمه كمان ماديا بيدعمه واعمارهم صغيره جدا وصغيره ففي لياقه بدنيه ولياقه. انت مش عايز اقول لك ما تدورش هنا على الاداء، دور الصعود. على الصعود. احنا وصلنا الارقام بتقول الزمالك وصل لدور المجموعات مظبوط. هي كلمه في ميتشو. اتفضل. ميتشو ده عمل مباراه ولا اروع ولا اعظم مع بيراميدز، قاهر الاهلي اربع مرات، كسبت مع الرقفه 3-0. مظبوط. سقف طموح جماهير الزمالك عالي بعد المباراه دي. عايز مين ده بقى؟ انا عايز كده على طول. استحاله فريق يوصل فرنج ثابت طول الدوري. لازم يكون هبوط، وقد كان صعود وهبوط. لكن تيجي في مجمل الماتشو كويس، هو لحد دلوقتي اول الدوري، هو مكسبك وصلك دوري المجموعات. ايه ما تاني مطلوب ماتشو؟ انا حسيت ان ال 50 مليون زملكاوي 50 مليون ناقد. لا لا، لازم ندعم الفريق. في تدعيمات في يناير، في كاسونجو راجع، في ممكن يكون بسمع ان عمر جابر بيني وجاي باك رايت. فربنا يسهل والزمالك يبقى احسن من كده باذن الله. شايف الزمالك محتاج في لصفقات في الشتاء يا استاذ سيد؟ طبعا محتاجين، ولكن علشان القايمه في استبدال واحد وفي مكان واحد في القايمه. الزمالك ليه استبدال واحد وليه مكان خالي فقط في القايمه، يعني اخر حاجه ليه هو صفقتين. طبعا المفروض يعني يبقى في صفقتين. يعني احتمال كاسونجو يكون مكان خالد بوطيب وفي صفقه اخرى. الاثنين مهاجمين يا كابتن. الاثنين مهاجمين. واحد مكان خالد واحد، ولكن بقيه الاماكن الزمالك جيد فيها، مش محتاج باك ايمن زي ما قالوا ان في احتمال عمر جابر يعود. مش محتاج ليه خط لو جه عمر ماشي. لو جه عمر ماشي بديل برضه حازم او ما جاش بقى نجيب كازونجو. ولكن كازونجو بدا يتمرن مع الفرقه، انت شايف ان هو ممكن يؤدي مع الفرقه؟ لسه ما جاش، هيجي بكره باين. يعني خلاص الزمالك اداله الضوء الاخضر ان هو يتمرن مع الفرقه، مستشار بعت له تذكره وان شاء الله جاي. اضافه للزمالك شايفه ان شاء الله؟ طبعا اضافه قويه طبعا. احنا ندمنا خالص اللي احنا كابتن. نفس السؤال اللي بساله لك، هل الزمالك بحاجه لصفقات في يناير ولا نقفل على الفرقه؟ نقفل على الفرقه. الزمالك مش محتاج؟ لا مش محتاج. انا شايف ان ناحيه اليمين في حمد النجاز ماشي كويس، حازم ابتدى يخش في الجيم، ابتدى ياخد مباريات، الا لو في اضيق الحدود يعني. لو جه عمر جابر مش مشكله، عمر جابر برده اضافه قويه جدا في ناحيه اليمين. الزمالك مش محتاج مهاجمين، او كاسونجو لو جه بديل لخالد بوطيب. انا شايف ان مع عمر السعيد برده اللي هو في كلام ان هو هيروح منتخب مصر وكان ليه دور بشكل كويس مع منتخب مصر. عمر السعيد لعيب مجتهد وراس حربه كويس، وكانت صفقه قويه جدا. ومصطفى محمد معاه طبعا. مصطفى محمد طبعا مفيش كلام عليه، لا خلاف عليه. طبعا اكيد. لا الزمالك مش محتاج راس حربه. وانا شايف برضو في الجبهه اليمنى حمد النقاز يعني محتاج لشويه دعم يعني. محتاج شويه دعم. حمدي ماشي كويس يعني. لا صفقه كويسه جدا للزمالك. مع حازم برضو ابتدى يدخل في الجيم طبعا يعني. بمناسبه كابتن حمد النقاز وسيرته العطره، النهارده نبارك طبعا عيد ميلاد الكابتن حمد النقاز طبعا، كل سنه وطيب طبعا. نادي الزمالك لعيب محترم جدا، اخلاقه عاليه جدا، لازم نبارك له. تعرف برضو الحملة قوية جدا على السوشيال ميديا، في تذبذب في المستوى مش هننكر هذا الكلام، ولكن دور جمهور نادي الزمالك انه يكون في ظهر اللاعب حتى الدعم. النهاية نبارك له طبعا بعيد ميلاده النهاردة، وبنقول له كل سنة وهو طيب. عندنا اعياد زملكاوية يعني بيضاء على مدار الاسبوع. كابتن حمدي النقاز، وقبلها كابتن تامر عبد الحميد، كابتن عبد الحليم علي، كابتن طارق حامد. ولكن يعني لضيق الوقت يعني النهاردة هنحتفل بفيديوهين كده بساط للمقاتل الكبير كابتن طارق حامد، وايضا لعندليب الكره المصريه، وطبعا نبارك لدونجا الكره المصريه كابتن تامر عبد الحميد بعيد ميلاده. طبعا بنقول لهم كل سنه وهو طيبين. كل الزملكاويه المخلصين يشجعوا هؤلاء النجوم اللي رحلوا عن النادي، ما زالوا حتى الان اساميهم موجوده في نادي الزمالك وبيفتكروهم بالخير. انا استاذنك بشوي تطلع تورينا فيديو كابتن عبد الحليم علي الاول، نبارك له فيه على عيد ميلاده، ونرجع لجمهور نادي الزمالك مره تانية نستكمل هذا الحوار الشيق. وقبل ما اطلع لهذا الفيديو، تحب تقول لهم اي رساله يا استاذ حسن؟ طبعا بهني الاربعه النجوم الكبار دول بعيد ميلادهم، بقول لهم يا رب يجعل الزمالك دايما في اعياد باولاده وابطاله وبرئيسه، رئيسه اللي ما خلاش حاجه في مقدرته واكتر من مقدرته اللي عملها. يعني يا ريت احنا كلنا نقف زي ما بندعم الزمالك ندعم الراجل ده كمان. مظبوط. انا شايفه بيحارب لوحده. مظبوط. كنا زمان ونقول ده مؤفر قوي ومزودها قوي ونظريه المؤفر. الرؤيه واضحه. لا وضحت، لا مجال للشك. الزمالك يا بيبي يتحارب في كل المجالات. ولذلك احنا ندعم حرب من المتزملكين ابناء المتزملكين، هي دي ضربته مؤلمه جدا. طب ما تيجي بقى نثبت ان احنا غير متزملكين وفي ظهر كل ما هو زملكاوي جميل. كابتن عبد الحليم علي، هذا اهداء بسيط للعندليب عبد الحليم علي، هنشوفه ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. يعني هابي بريز داي طبعا كابتن الجميل جدا عبد الحليم علي، اقل حاجه ممكن تقدم له طبعا كفايه اخلاقه وكفايه روحه، حتى الان ما زال يعشق نادي الزمالك. ليه تصريح شهير جدا شهير جدا لما قال ان هو كان بيحلم ان هو يعدي من قدام صور نادي الزمالك، ولما ارتدى تيشيرت نادي الزمالك ما كانش مصدق نفسه انه يزامل هؤلاء النجوم الكبار.
اتوقع ان اللعيب بهذا التواضع وبهذه الروح الكبيره الذي لم يختلف عليه اي شخص سواء اذا كان حد بسيط او نجم كبير كلهم اتحدوا على لفظ واحد ان هذا الشخص محترم وحط تحت كلمه محترم ده مليون الف خط. كابتن احمد عبد الحليم علي طبعا يعني كابتن علي مفيش كلام يوفيه طبعا الهداف التاريخي النادي الزمالك ياما فرحنا كتير طبعا كان راس حربه مميز جدا كان روح عاليه حسيه كبيره جدا في ال 18 على الجول تصرف واحد على واحد في الفينش على المرمى كان عالي جدا كابتن علي هداف في افريقيا هدف في جميع بطولات نادي الزمالك امضي جدد يجدد اقعد يقعد يلعب مفيش مشكله عنده خالص طبعا كابتن علي طبعا كل ما اقدر اقول عليه طبعا كبيره جدا ومفيش كلام اكيد في طبعا اكيد طبعا التايجر بقى طارق حامد حبيبك استاذ حسن ده طارق ده حدوته الحواديت كلنا شفنا المنظر يا ريت المخرج يجيب لنا اللقطه اللي كان بينزف دم والتريقه عليها قدامنا دلوقتي لعيب بيموت بيموت في لعبه ثانيه لو ضفره اتعمل كده يصور يا مامي اركن ويتغير طارق حامد بينزف دم يا استاذ اسلام وده طبعا جمهور الزمالك مقدر له الكلام ده طبعا ده راجل راجل من اللعيبه اللي اتقال عليها رجاله اتسمى مقاتل بعد هذه اللقطه يا بيه ده مش بيأثر في الزمالك ده بيأثر في المنتخب غياب طارق حامد النهارده ممكن يهد المنتخب مظبوط اللعيب الوحيد المقاتل اللي بيقدر يستخلص لك الكوره بكل قوه وفدائيه هو طارق حامد فاكر اللقاء استاذ سيد زمالك ونجم الساحلي لما كنا متاخرين ومحتاجين لاكثر من ثلاث اهداف وبعد كده طارق حامد في نهايه اللقاء احرزنا 3-0 كنا محتاجين هدف واحد كمان شفت اللقطه الشهيره لما كان فتح ايده الاثنين كده وقع على الارض من كتر الاجهاد وكنا بنلعب ب 10 لاعبين لو تفتكر بنلعب ب 10 قد ايه روح هذا اللاعب كبيره جدا ولكن عندنا زملكاويه رائعه استاذه او مدام كوكي مديره جروب الحلم الابيض اهلا وسهلا يا فندم اهلا بحضرتك ازيك ازي حضرتك يعني كابتن الحمد لله تمام يا فندم طبعا سعيد بمداخله حضرتك من الزمالكويه العشاء لنادي الزمالك ودائما من متابعين البرنامج ومن الناس اللي بتدعم البرنامج الزمالك ده عشقنا كابتن اسلام طبعا بتتكلم في ايه اولا انا هتكلم في ثلاث نقط بسرعه كده عشان اتفضل البرنامج اتفضل طبعا كل سنه وانت طيب كابتن الزمالك وكابتن مصر العندليب طبعا اجمل ما انجبت الملاعب يعني اخلاقا ولعب وكل شيء وطبعا بهني الكابتن حمدي وكابتن طارق حامد وكابتن طارق عبد تامر عبد الحميد مظبوط بالنسبه لميتشو ودعمنا لميتشو احنا بندعم الزمالك ما بندعمش اشخاص يا كابتن اسلام جميل لازم كلنا نقف مع الزمالك كويس قوي لان الراجل فعلا السي في بتاعه كويس مش وحش فعلا فعلا جدا احنا كان في عندنا ضغوطات تأجيل المباريات ده هيمشي ده هيقعد وعارف حضرتك الإعلام الأحمر واللي عامله والكلام اللي انت حضرتك عامله وعلى فكرة من بعض الزملكاوية برضو خلينا نقول يعني للأسف بعض الجروبات بدأت تقول عايزين نطلع ميتشو ونجيب في فترة الإيقاف مدرب آخر أتوقع إن ده مش مفيد لنادي الزمالك لا لا بص يا كابتن إسلام هو المتزملكين لكن الزمالك اللي هم الناس اللي بتشجع اللي فاهمين كورة دول ما عليهمش اي حاجه وواقفين مع الزمالك ومع سياده المستشار وواقفين مع اللعيبه ومع كل حاجه تمام نمره ثلاثه انا من رايي ادار مباراه الفريق السنغالي بحكمه جدا على فكره مظبوط ما كانش فتح الخطوط كان في حاجات خارجه عنه اصابه عواد واصابه مصطفى محمد كان يعني كان امنيتنا نشوف كابتن طبعا مصطفى فتحي مظبوط والف الف مبروك طبعا لكره اليد لو انها جايه متاخره طبعا جايين احسن واحسن والنهارده برضو يا مدام كوكي كمان منتخب الكاراتيه فاز ببطوله العالم فبرضه بنقدم له طبعا كل شكر لحضرتك يا استاذ كوكي وطبعا الزملكاويه الجمال قالوا نفس الكلام يا استاذ حسن طبعا وهو ما ناخدش بالقطعه مع اي مدير فني طبعا شايف بعض الجروبات للاسف برضه حتى ذكروا زملكاويه هجوم على المدير الفني اتوقع ان دوت مش استقرار للفريق خلينا نقول ان المدير الفني مشي ميتشو مشي دلوقتي هل في بديل ممكن يقود نادي الزمالك مع الحرب اللي دائما على ابناء نادي الزمالك لو اي مدير فني زملكاوي بيمسك الفرقه بتلاقي هجوم مضني قبل ما نقول حاجه عمر السوشيال ميديا ما هتحكم انديه ولا تتحكم في الاجهزه كلام محترم عندنا رئيس ذكر قال ميتشو على اي وضع وبعدين مكمل ميتشو ده مش احنا الاول تقريبا ولا انا ما اعرفش طبعا طب لما انت الاول بتمشي مدربك هو بيراميدز دلوقتي عدنا ولكن لسه لينا لقاء بزياده مباريات ليهم لقاء زياده عندنا اي منطق واي عقل تقول لك مشي فريق مدربه الاول دي حاجه تمام اللي على السوشيال ميديا لهم بعض الاهواء ومش كل الجروبات داعمه في بعض الجروبات شارده وجروبات بتاخد فلوس عشان تقول اللي عايزاه قبضة لكن الجروبات اللي وما اكترها كتير بدون في الزمالك بدون اسماء هم عارفين نفسهم دول دعم وسند للزمالك وفي ظهره رئيس ونادي ولاعيبه وكيان كلام محترم اللي يتكلم في مشي النهارده يبقى راجل ما بيعرفش حاجه
همشي مدرب اول على الدوري؟ لا طبعا الكلام مش منطقي مع استمرار ميتشو ولا رحيله. هو الراجل عمل فتره اعداد لسه انا راجل مدير فني مستلم فرقه. انا باخد الفرقه شهر شهر ونص معسكر، ما عملتش معسكر خارجي، عامل معسكر داخلي، بقفل على الفرقه، بعمل مباريات وديه عشان اقدر اشوف كل يعني الشريحه. يعني فتره الايقاف ديت هي افضل فتره للميتشو اللي عايزين نشوفه طبعا فينا. لا يمشي ليه يا كابتن؟ انت لو مش زي الاستاذ حسن مايل هتجيب مين؟ اللي هيجي هيتحارب، هيتحارب بالاخص لو كان زملكاوي. استاذ حمدي مساء الخير. الله يخليك يا فندم. ازي حضرتك؟ الله يخليك يا كابتن حمدي شندي معاك. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ حمدي. اتفضل استاذ حمدي مع حضرتك. والله احنا بس عاوزين نعرف قناه الزمالك هتشتغل امتى وكده. تمام حاضر. طب ليك اي اسئله ثانيه؟ لا والله. حاضر استاذ حمدي هجاوب على حضرتك حالا. يعني نفس الكلام حضرتك بتقوله، يعني الدعم في هذا التوقيت جاي جدا لميتشو، ما ينفعش في هذا التوقيت يمشي. ما عندكش بديل انك انت تدعم الراجل، الراجل على فكره السي في بتاعه قوي ومدرب كويس، ما قلناش حاجه. اللمسات لسه ما ظهرتش على الفريق لانه ما عملش فتره اعداد. ما اعرفش كل اللعيبه. استاذ سيد اتفضل. انا عارف ان انت بيسموك كبير مشجعي نادي الزمالك، انا عايز اللفظ دوت جه منين؟ يعني انا برضو عندي بعض الزملكاويه يجي يقولوا احنا عاشقين لهذا الرجل ولكن عايزين نعرف عنه معلومات. يعني جه منين؟ من زمان وانا مشجع كوره، وانا عندي يعتبر من 8 سنين 9 سنين حاجه زي كده. ابتديت لمؤاخذه لما حصل بقى وجيت مصر بقى هنا. كنت في بلد كده قريه صغيره اسمها شيبه قش تبع مركز ابن القمح. شرقاوي. ديت بالنسبه بلدياتي خلي بالك، يعني بنسبه 60% زملكاويه فيها الشرقيه. اغلبهم هو بيحبوا الشرقيه رقم واحد، وبعد كده اي نادي. فيهم ثلاث عيال اعضاء في نادي الزمالك. زي مين؟ اللي هي عيله ابو الخير، عيله السوالمه، الشرايفه، واخد بالك، عزت سالم ورماح سالم وناس كتير قوي اعضاء. ولكن انت بتشجع نادي الزمالك من كام سنه بالتحديد؟ من كام سنه؟ يمكن من 43 سنه. 43 سنه. انت لازم تكون كبير مشجع الزمالك طبعا. لقب يعني لو في ناشئين تتحط اكيد. وكنا بقى نمسك الفانيله البيضاء ديت لمؤاخذه داخليه ونص كم ليا زمان بالالوان كده وخطين حمر وبتاع وكده، خدت بالك؟ زملكاوي وكان تملي طبعا الزمالك كان بيتظلم تملي. وطبعا اي حد بيبقى واقف مع المظلوم، واخد بال حضرتك؟ ما هو ده السؤال انا اساله لكم، وليه عشق نادي الزمالك؟ ولكن هاخد هذا الاتصال. استاذ صابر مساء الخير. مساء النور يا باشا. اهلا وسهلا بيك. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. انت عامل ايه؟ الحمد لله. اتفضل. احنا والله زملكاويه ابا عن جدا، يعني احنا بنحب الزمالك وبنوش الزمالك. تمام اتفضل استاذ صابر. هو عمر جاوب صحيح جاي في الانتقالات الشتويه؟ حاضر هجاوب على حضرتك دلوقتي. استاذ محمد مساء الخير. استاذ محمد. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. وطي صوت التلفزيون شويه استاذ محمد وتفضل. مساء الفل. ايوه انا عايز احيي، عايز احييكم على البرنامج ده بصراحه. الله يخليك استاذ محمد، شرف كبير جدا لينا. اتفضل. في حرب على الزمالك يعني ان شاء الله باذن الله بالزملكاويه المخلصين هنكون في ظهر نادي الزمالك وكل الفرق. معانا مين يا جماعه؟ استاذ محمد برضو معانا مداخله اخرى من استاذ محمد. معلش يا جماعه انا استاذنكم، ولكن العاشقين لنادي الزمالك كتير ومكثرهم. اتفضل استاذ محمد مع حضرتك. استاذ محمد شكرا على اتصاله. طبعا واضح ان هو بيتكلم من مكان بعيد قوي. نرجع للنقطه الهامه، ولكن عندنا سؤالين دلوقتي عشان برضو الناس ما تقولش ان انا بنسى. السؤال الاولاني، متى سيتم انطلاق قناه نادي الزمالك؟ لحد ما عرفت واللي عنده اي معلومه برضو يضيفها مفيش اي مشكله، اني في خلال ان شاء الله من اسبوع ل 10 ايام هيتم انطلاق قناه نادي الزمالك. كمفترض البث التجريبي هيكون في خلال يومين، ولكن حتى الان في مفاضله بين قناتين، دي ام سي ليها قناتين، فهم بيختاروا قناه منهم تكون التردد بتاعها جيد، وهيتم اطلاق قناه نادي الزمالك على احد القناتين. فان شاء الله من اسبوع ل 10 ايام هيتم اطلاق قناه نادي الزمالك باذن الله. ده سو حد عنده اي تعقيب؟ ولا المستشار اعلم بنفسه، قال لك مع باول 10 ايام في 11 ان شاء الله باذن الله قبل استئناف الدوري هتكون القناه شغاله بامر الله. يعني في القناه مستوى عالي جدا طبعا، ليها استوديو رائع. يعني احنا شفناه من الانتاج حاجه تيه مبهره يعني. تمام. بالنسبه لكابتن عمر جابر، حتى الان يا جماعه دي مجرد كلام، عايزين نقول ان برده السيزون قوي جدا، وكابتن حازم مش مقصر يا استاذ سيد. طبعا حتى نقول ان هو صفقه تبادليه، هو كابتن نادي الزمالك، ولما نقول ان هو الزمالك سيقحم حازم امام اتوقع ان الموضوع مش يعني مش بالشكل دوت، ولكن أي بعض الجروبات اي لعيب في العالم بيحصل عنده حاله دروب مبالغ فيه شويه. اي لعيب في العالم بيحصل حاله دروب
ويبدو جميل الزمالك لازم جميل الزمالك تستحمله مظبوط اذا حصل ماتش ولا اتنين ولا يعني كده. اما حازم لعيب معنا مين يا جماعه؟ معنا مين؟ استاذ عماد مساء الخير. مساء الخير يا استاذ اسلام. اهلا وسهلا بحضرتك. تحياتي ليك يا استاذ اسلام والكابتن حسن امين وعم سيد جوده وكابتن احمد ابو عيد. كابتن احمد كمان حبيبي قول له عماد الزملي. طبعا زملكاوي جميل وعاشق. زملكاوي اصيل عماد ده. كان معايا كمال، انا فاكر الحلقه بتاعت كمال من اول الناس اللي كانوا معايا في برنامج زملكاوي لو انت فاكر. ده بره وجوه ما سيبش ماتش للزمالك. وساعتها طبعا كانت حلقه جميله. الله يخليك. وسعدت بيها طبعا وكيمو زملكاوي وكلنا طبعا زملكاويه. ولازم كلنا طبعا نقف ندعم الفريق الفتره اللي جايه، لما جمهور الزمالك كله ورا الفريق الفتره اللي جايه. علشان الزمالك لما بيقع ماتش يعني كل الناس ما بتقفش، كل الناس بتقف ضده. تمام يا كابتن اسلام؟ مظبوط. فاحنا كجمهور الزمالك لازم نقف ندعم الفريق، ندعم مجلس الاداره، ندعم ميتشو، ندعم الجهاز الاداري، كلنا ورا الفريق الفتره اللي جايه. جمهور الزمالك فريقكم محتاجكم الفتره اللي جايه. ان شاء الله فتره الاعداد دي هتبقى فتره جميله زي هنرجع تاني. تمام استاذ عماد، ولكن عشان الصوت في مشكله في الاخر، ولكن هو زي ما احنا قلنا يا جماعه حلقتنا النهارده هي دعم نادي الزمالك، واحنا في ظهر نادي الزمالك حتى يستمر. هو كده كده الحمد لله مكمل بشكل جيد، مش بندعمه لان في اخفاق الحمد لله تم صعوده لدور المجموعات في دوري ابطال افريقيا، ما زال مكمل في الدوري العام ينافس. فرق لقاء ما بينه وبين بيراميدز، بيراميدز متصدر ولكن الزمالك متاخر عليه بلقاء، فالحمد لله القطار ماشي يا استاذ. حضرتك معاك مداخلات ثانيه؟ معانا مين يا جماعه؟ طب عشان نقفل المداخلات بقى و اصل عماد ده لازم ياخد حقه زملكاوي. طبعا لازم نتكلم معاه. معانا مين يا جماعه؟ استاذ مندو مساء الخير. مساء الخير يا باشا. اهلا وسهلا بيك. اهلا السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا استاذ مندو. بمسي على ضيوفك اللي موجودين معاك في الله يخليك. الله يخليك. اتفضل. بمسي على راجل محترم الاستاذ حسن علام الدين. هو معاك اهو. سامعك يا مندو. يا عم حسن عامل ايه؟ الحمد لله يا مندو. يا رب دايما بخير. اتفضل يا استاذ مندو، عندك اسئله؟ اتفضل. انا عايز اقول حاجه بس. جمهور الزمالك اللي بيقول على كهرباء خاين وهارب. طب ما دلوقتي عايزين ترجعوا عمر جابر، وعمر جابر ساب الزمالك برضه. تمام يا استاذ مندو، هجاوبك على هذا السؤال. يا ريت يا جماعه نغلق الاتصالات بقى عشان نركز في هذا التوقيت. ممكن اجاوب انا؟ انت عايز ترد على استاذ مندو؟ الاول هدي عماد الزملي حقه. زملكاوي جميل بيسيب شغله ويروح ورا الزمالك بره وجوه معاه اطفال. ثلاث اطفال. يعني كمال وولدين كمان ما اعرفهمش. يعني ده عشق يا استاذ اسلام، ده مش تشجيع. كل الجماهير، كل الانديه ليها جماهير. الزمالك له عشاق. ليه عشاق وادمان، منهم العاشق طارق حامد. بدليل بطولات الاهلي اكتر، جمهور الزمالك بيزيد زياده رهيبه. انا ما شفتش بيقل رغم ان في اخفاق على مدار مثلا عقود ماضيه، ولكن العدد بيزيد. بيزيد في تزايد مضطرب في جميع الكلام. تمام. نرجع ليك يا عم سيد. يعني ارد بقى على الحته بتاعت عمر جابر. ماشي اتفضل، عندك معلومه؟ طبعا. طب اتفضل. جهزوا الفيديو طارق حامد برضو بشوي بعد اذنك. عمر جابر مشي باراده جمهور الزمالك ومش طارق مرتضى، مش غصب عنه. اما كهربا دي مخطط السنه اللي فاتت او الدوري اللي فات وهو بيلعب الدوري العام، ضيع عندنا بطولتين. لو تحسبها كده حضرتك، هو والجون واللاعب الاهلي ويضيع الفرصه وهيجيب جون. هيسعد بيها اولا جميل مصر بتاع الزمالك ويطلعها بره ويخبط على الارض. خرب الدنيا. فانا بقول له من هنا بقى انت في فرق ما بين هنا وهنا. طبعا. امال ايه؟ عاشق. زائد بقى ايه؟ قالوا له تعالى انت تروح محطه نعمل لك محطه وهتجن على الاهلي. انما لا، مش الموضوع مختلف. طب ما تيجي نتكلم بقى عن قائمه المنتخب اللي عامله ضجه الفتره الاخيره، ومنها انضمام كابتن محمود كهربا الى قائمه منتخب مصر. الاول قبل ما تعقيبك يا كابتن، قبل ما اسمعه هقول قائمه منتخب مصر اللي ضمها كابتن حسام البدري. القائمه بتضم يعني لاعبين ما فيهمش خلافات، وفي بعض اللاعبين اللي عليهم بعض التعقيب. في 10 لاعبين من النادي الاهلي، وفي 6 من بيراميدز، و5 من الزمالك. من الاهلي كابتن محمد الشناوي، كابتن محمود وحيد، وحسين الشحات، ورام ربيعه، وعمر السليه، وحمدي فتحي، واحمد فتحي، ومحمد مجدي قفشه، ومحمد هاني، وايمن اشرف. اما من بيراميدز فرجب بكار، محمد حمدي، عبد الله السعيد، محمد فاروق، اسلام عيسى، عمر جابر. من نادي الزمالك خد عواد، واحمد سيد، زيزو، وطارق حامد، وعبد الله جمعه، ومحمود علاء. طلائع الجيش خد محمد بسام، والاسماعيلي باهر المحمدي، وسموحه حسام حسن، ووادي دجله مروان حمدي، والمصري احمد جمعه بعد غياب، واحمد حجازي من وستن بروميتش، وليفربول محمد صلاح طبعا،
وبيشكتاش التركي محمد النني، وبرجا البرتغالي احمد حسن كوكا، وستون فيلا تريزيجي، وكهربا مؤخرا. طيب انا هاخد منك تعقيب. طبعا القايمه انت شايف ان هي ما فيهاش مفاجات كثيره، من ابرز الاسماء المنضمه في عندنا عوده احمد جمعه لاعب المصري، وايضا انضمام كهربا واحمد سيد زيزو، ولو اتكلمنا على مروان حمدي ايضا وادي دجله. تعقيبك يا كابتن. بس عقب على حاجه، في وجود كهربا كان بيلعب في نادي في البرتغال كان ماسكه الفاشل ايناسيو، ده تعقيب اللي هو ينضم المنتخب بناء على ايه؟ ايه النجاحات اللي حققها كهربا في الاحتراف عشان خاطر الناس تدعي؟ ايه الهدف من ده بس انا عايز اعرفه. هو بيقول لك كان محمد النني مثلا ليه اسمه كده، يعني انت شايفين ان في اخفاق في مستوى حتى كهربا الفتره؟ وهو بعد ما اترفض من الاهلي بقى اليومين اللي فاتوا دولت، كهربا اترفض من الاهلي، انا بقول لك الكلام ده، ومش هيروح الاهلي. مفيش حاجه تانية معنويه غير مدرب منتخب بيجامل كهربا. بيقول لك في مراضاه لنادي الزمالك بانضمام احمد سيد زيزو. بالعكس، احمد سيد زيزو احسن لعيب في مصر حاليا. احمد سيد زيزو لعيب جماعي، لعيب سريع بالكوره، رجليه مظبوطه على الجون، بيستغل في المساحات، بيحاول يشتغل جماعي مع الفرقه، وبيحرك الزمالك في الوقت الحالي في ظل تراجع مستوى اوباما. في ظل تراجع. اتفضل استاذ حسن سليم. بالنسبه لاختيارات المنتخب، اولا في الاول كده مفيش مدرب عايز يخسر طبعا، لكن في علامه استفهام او سبوت قوي جدا على اختيار كهربا. في شيزوفرينيا هنا في الاختيار. انا هخليك بقى اقف على الشيزوفرينيا ديت. انا اسف، ولكن طارق حامد ما ينفعش ان احنا نعديه. لا لازم ننزل قلب الاسد ده. لا طبعا قلب الاسد. تعال نشوف فيديو طارق حامد طبعا مباركته بعيد ميلاده، ونقول له تايجر كل جمهور نادي الزمالك في ظهرك، ونبارك له طبعا على يعني مش عايزين نقول الصلح، وما كانش في خلافات اصلا، ولكن استمراره اكثر واكثر وزاد عشق جمهور نادي الزمالك ليه. نبارك له على عيد ميلاده، ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. نراكم مره ثانيه بعد اخر فاصل معانا دلوقتي. طبعا الحلقه مرت سريعا جدا، ولكن عايزين نقول كلمه سريعه في دقيقه. كنت عايز تعقب على موضوع كهربا في كلمتين. السنه اللي فاتت كهربا كان لاعب مع الزمالك واعلى لعيب في مصر وبيكسب الزمالك، وبصنا دماغ اجيري وهاني رمزي والنبي خدوا كهربا، قالوا لا. تيجي تاخده النهارده وهو بيلعب في دوري متواضع مع فريق مغمور، كل ماتشاته خساره، مفيش اي مبرر. فقبل ما اكمل فاقول للمندو اللي هو صديق كهربا، افصل يا مندو، افصل ما بين عشقك لنادي الزمالك كهربا وحبك ليه وللكيان. تمام. انا لو ابني بيلعب في الزمالك وسابه احب الزمالك مش احب ابني. تمام. كلمه سريعه استاذ سيد. طبعا انا كده شكرتك استاذ حسن، طبعا شرفتني نورتني، وان شاء الله هنعوضها في حلقات اخرى. شرف ليا، وانا لسبب التاخير بعتذر لكم على التاخير. ملحوقه ان شاء الله في حلقات اخرى. استاذ سيد اتفضل. الكلمه بقولها للعالم كله، مصر لو فيها 10 زي مرتضى، 10 زي مرتضى منصور، هتبقى دولة عظمى بإذن الله. بإذن الله. وكل الدعم لنادي الزمالك واحنا في ظهره، كل الدعم لنادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك ومرتضى منصور بإذن الله. كابتن احمد، هاخد من اخر حاجه على عم سيد، كل الدعم لمجلس اداره نادي الزمالك اللي بيشتغل لصالح النادي، لفريق الكره بنادي الزمالك بالمدير الفني ميتشو ومدرب المحترم، وكل الدعم لكل ما هو زملكاوي وعاشق، وكل دعم لمصرنا الحبيبه باذن الله تنهض دائما للافضل باذن الله بسواعد ابنائها. اعزائي المشاهدين، الحلقه مرت سريعا جدا جدا، موعد في لقاء اخر في الاسبوع القادم باذن الله من برنامج بكل ساعه رياضه. انا اسف، بكل روح رياضيه ما زال في دماغي. ان شاء الله في انتظاركم، ويا رب ان شاء الله تكون حلقه خفيفه عليكم. تحياتي اسلام علي، وتصبحوا على الف خير.